في سيناريو بيتكلم فيه اسلام صادق كله خيالي لا اساس له من الصحه. لا احمد فتحي هيرجع الاهلي ولا الاهلي لو احمد فتحي قطع عقد بيراميدز الاهلي هيرجعه. خلينا نسمع اسلام بيقول ايه. خلينا نتكلم فيما يخص الخبر المفاجأة من وجهة نظري، لأن لما تقال لي طبعا فوجئت بالأسماء اللي متداخلة فيه. حتى الآن النادي الأهلي لا يزال يحاول إقناع أحمد فتحي بالاستمرار والتراجع عن تعاقده مع نادي بيراميدز. هذا الكلام عاري تماما من الصحة، لا الأهلي يقدر ولا جمهور الأهلي يوافق. يعني أنا دلوقتي لو جيت عملت لكم استفتاء دلوقتي وقلت لكم يا جماعة لو سمحتوا ترضوا إن أحمد فتحي يرجع، هتلاقي ملايين من الأهلاوية يقول لك على جثتنا. أنا بس عايز يعني أقول لإسلام ده كلام عاري تماما من الصحة، عاري تماما من الصحة، وأتحداك أتحداك، بص أتحداك إعلاميا إن ده يكون ليه أساس من الصحة. تاني، حتى الآن النادي الأهلي يحاول إقناع أحمد فتحي بالاستمرار وعدم إتمام تعاقده مع نادي بيراميدز. علشان كده يمكن أحمد فتحي بيتم الدفع بيه في المباريات بشكل أساسي، إلى جانب قتاله الكبير جدا في المباريات واللي أشاد به جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد ما كانوا بينتقدوه ولقوا إن أحمد فتحي بيقاتل من أجل الأهلي حتى آخر يوم هيكون موجود فيه أحمد فتحي. لكن الخبر دوت قلناه قبل كده ولسه لغاية دلوقتي الناس بتتكلم فيه، لكن الجديد والمفاجأة إن محمد بركات مدير المنتخب الوطني ووائل رياض شيتوس المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي هما اللي بيحاولوا إقناع أحمد فتحي بالاستمرار في النادي الأهلي، ودي يمكن كانت مفاجأة بالنسبة لي، لأن اللي أعرفه إن محمد بركات هو مدير المنتخب الوطني ووائل رياض هو المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، وبالتالي لا يجوز لأي من الاتنين إن هما يتداخلا في استمرار لاعب أو آخر أو رحيله من النادي، لأن في النهاية هما مالهمش دعوة. اللي حصل بالظبط ان محمد بركات اتصل باحمد فتحي وقال له يا ابني الافضل ليك انك انت تقعد في الاهلي. احمد فتحي حكى له بالتفصيل اللي حصل معاه من وقت ما تم تمديد التعاقد او من وقت ما تمت مفاوضات تمديد التعاقد مع اللاعب من جانب المسؤولين في النادي الأهلي، والتحريض وفقا لوصف أحمد فتحي في مكالمته مع محمد بركات اللي كان عليه على السوشيال ميديا، وبالتالي محمد بركات رد عليه قال له لا إذا كان كده يبقى أنت حر في قرارك. طبعا في واحد يقول لك هو أنت كنت معاهم على التليفون الناحية التانية؟ لا اكيد انا هطلع مش هقول لك خبر غير لما اكون متاكد منه. ده بالنسبه لمحمد بركات. اما بالنسبه لوائل رياض شيتوس المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي هو الاخر حاول اقناع احمد فتحي بالاستمرار في الاهلي. وقال له ان هتخسر الجماهير وهتخسر الناس. برضه نفس الامر احمد فتحي كان رده قاطع بان هو لن يستمر في النادي الاهلي. يعني الفكره وصلت، بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين
يعني بس هذا الكلام كله لا أساس له من الصحة يعني. ده بس أنا بأكد ده، ممكن يكون وائل اتصل ب ما أعرفش، أنا بقى اتصل وائل ولا اتصل بركات. أنا بتكلم إن مفيش حاجة اسمها أهلي فتحي، فتحي أهلي موضوع وانتهى تماما تماما تماما، ولا حد اتدخل على كان يرجع، ولا الاهل صغير على كان مستني يحسن علي، يعني مش عايز اتكلم كلام عيب يتقال، هو الاهلي رخيص للدرجات يا اسلام انه مستني يتعطف عليه احمد فتحي عشان يرجع؟ يعني يعني حاجة بصراحة يعني لا تمد للمنطق بصلة تماما 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 يعني. المهم مش عايز اتكلم في دي يعني اسلام صديقنا، ولكن حبيت بس ارد على ان هذا الكلام لا يعرف طريق الواقع داخل النادي الاهلي. طبعا مرتضى منصور بيقول ان الكابتن محمود الخطيب بيحتضن الارهاب، وانا بعتبر ان ده تصريح القرن، ده تصريح القرن زي نادي القرن كده، زي ما بعت لي احمد عبد الله بيقول لي ده والله تصريح القرن، محمود الخطيب يحتضن الارهاب في الاهلي، الاتحاد الافريقي حدد ميعاد سابق لدور الابطال، واحنا عندنا الباك اليمين والشمال متصابين، وان احنا ملتزمين نلعب في الميعاد. انت ما بتعرفش تقرا الخطاب يا مرتضى، يعني انت يبدو انك انت حتى ما بتعرفش تقرا، قال لك مواعيد مؤقته، يعني اللي رايك ملوش لازمه، يعني انت رايك ملوش لازمه، ما بعتلكش مواعيد نهائيه. يعني ما بعتلكش مواعيد نهائيه. يعني ادينا مستنيين بس ناخد محمد مهدي او علاء حمام اللي جاهز فيهم بعد ما يخلص تصريحاته. الحمد لله رب العالمين. كمان قال انت يا خطيب ما فيش في قلبك رحمة، ورفضت تأجل ماتش المصري اللي كان عنده 21 إصابة كورونا، ودلوقتي بتأجل الوداد عشان المصابين في فريقك يلحقوا يرجعوا. هذا كلام لا أساس له من الصحة. الأهلي تفاعل إنسانيا مع أزمة في المغرب، الأهلي دلوقتي بيتغنوا فيه في المغرب. يرحمنا ويرحمكم يا أستاذ محمد الجبري، ويحسن الله لنا ولكم. كمان مش عايز أحرق لكم كل الحاجات دي، بيقول لك والد الطفل اللي كان بيتكلم في الإعلام هو اللي قتل ابنه. اللي عنده البث وحش يا جماعة، يعني للأسف الشديد مش عارف، يعني الراجل بيقول لك والد الطفل هو اللي موت ولده. كمان بيقول لازم من معاقبة مروة، هو مش عارف ان مروة بتلعب في نيس الفرنسي، ما يعرفش. احمد عبد الله بيقول لازم بيهاجم مروة جمعة، فهو ما يعرفش انها بتلعب في نيس الفرنسي، يعني اي هرتله يا جماعه. هو بس اللي مشغله يعني قال له اعمل كم مداخله اليومين دول عشان تشغل الراي العام. هو راجل بيطلع بتعليمات وبيطلع باوامر، يعني ادي النهارده الفقره دي على المسرح، ادي الفقره دي مش عارف كذا، يعني كده يعني ما تاخدش في بالك. يعني رحاب جمعه هو بيقول لك لازم تتحاكم ولازم يتحقق معاها، طب رايح جمعه بتلعب في نيس الفرنسي، روح اشتكيها في نيس الفرنسي. مش لما انت تمسك لسانك الاول تبقى تتكلم على غيرك، ولا لما تمسك لسانك تبقى تتكلم على غيرك. محمد مهدي بيقول لي الراجل لسه ما خلصش، خلي بالك اني رحاب جمعه رفضت تلعب في الزمالك، بس كان تبقوا فاهمين. هو قاعد يجيلي تباع الحاجات. ناخد محمد مهدي بس عشان انا ايه ما اتعبش منكم واطول. والله العظيم يا محمد يا مصطفى انا بقصد. يا أستاذ محمد مهدي السلام عليكم. يعني مختصر ما جاء على لسان مرتضى منصور ردا على من فردنا به من تصعيد من اللجنة الخماسية. لايكات يا جماعة على قد ما نقدر والنبي لو سمحتوا. اتفضل يا محمد. محمد.
تواصل الهجوم على الاحمر يعني بيحارب الزمالك شخصي وينجز عليها في اتحاد الكره وعمال يعمل عليها غرامات وبتاع 900,000 باقي 100,000 عندهم وكمان جالنا 9 مليون من الكاب ما خدتهمش حتى الان من الغرامات اللي عامل الجنايني وعامل الجنايني بيحارب الزمالك في شخص مرتضى منصور وانه عشان انا رئيس نادي ناجح وبتاع دول الزمالكاويه اللي بيحاربونا وعايزين يعطلوا نادي الزمالك وفي نفس الوقت بيقفوا مع النادي الاهلي وبيساعدوا النادي الاهلي.